السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حندرس مع بعض علم الغدد الصماء. حنتحدث في هذا المساق عن عملية إنتاج الهرمونات والاستجابة لها وإفرازها ووظائف هذه الهرمونات وكيفية التحكم في عملية إنتاجها. بداية، ما هو الاندوكرينولوجي؟ الاندوكرينولوجي هو عبارة عن عملية التواصل الكيميائي داخل الخلايا، هذا intercellular chemical communication، هو التواصل الكيميائي الخلوي بين الخلايا، فهذا يعتمد إذا هي عملية تواصل وعملية نقل لمعلومات من مكان إفرازها إلى الخلايا المستهدفة. ما هي وظيفة الهرمونات؟ وظائف عديدة جدا. مطلوب من الهرمونات تنظيم البيئة الداخلية للجسم، مسؤولة عن عملية نمو الخلايا، مسؤولة عن عملية تطور الخلايا واللي هو الريبرودكشن اللي هو التناسل، بالإضافة أنها تسهل من عملية استجابة للمؤثرات الخارجية. لازم في معرفتنا للإندوكراين لازم نميز ما بين نوعين من الجلانز أو الغدد الموجودة. في عنا إندوكراين وإكسوكراين. ما الفرق بين الغدد الإندوكراين والإكسوكراين؟ الإكسوكراين هي عبارة عن غدد لا تستطيع إفراز محتوياتها أو إفراز هرموناتها أو إفراز هذه المواد إلا عبر قنوات زي اللي هو عبارة عن الهرمونات أو إنزيمات القناة الهضمية. لا تستطيع انتقال إلا عبر قنوات، لازم يكون في عندنا قناة، والاستجابة تبعتها في الغالب بتكون اكسترا سيلولر، لها نشاط خارج الخلية. أما الإندوكراين هي عبارة عن غدد تستطيع إفرازاتها مباشرة إلى الدم دون وجود قنوات لنقلها، والاستجابة في الغالب بتكون هي استجابة داخلية الخلايا تستهدف تارجت سيل معين، خلية هدف. هاي الخلية يحدث داخلها تغيرات فسيولوجية وتغيرات في عمليات الميتابوليزم نظرا لإفراز هرمون من الإندوكراين أو من الغدد الصماء. بالنسبة للإندوكراين سيستم يتكون من عدة إليمنتس، هي عدة عناصر. نبدأ بالسندر، هي عبارة عن الخلية المرسلة للإشارة. الإشارة هذه هي عبارة عن هرمون، إذا نحن نتكلم عن إندوكراين سل، خلية موجودة في غدة صماء أنتجت إشارة، وهذه الإشارة هي هرمون. الآن هذا الهرمون لابد من أنه يحدث له عملية نقل له عن وسط ناقل. هذا الوسط بالنسبة للإندوكراين هو عبارة عن مجرى الدم السيرم اللي هو بلازما الدم اللي بتنقله، وبعض الهرمونات لا تستطيع إلا أن تنتقل مرتبطة ببروتينات، فمجرى الدم وتحتاج إلى بروتينات أو بايندر أو روابط تربط هذا الهرمون عشان يسهل من عملية نقله. الآن حدث وأفرز الهرمون وارتبط بروابط عشان يحدث نقله إلى الخلية المستهدفة. عملية الاستجابة هي عبارة عن عملية اختيارية، بمعنى الخلايا التي تحمل مستقبلات لهذا الهرمون هي التي تستجيب فقط لهذا الهرمون. هذه الاستجابة بتحدث ترانسديوسر، يعني تحفيز لإنتاج بروتينات وإنتاج لسكند ماسنجر، استجابة أخرى أو رسالة أخرى غير الإشارة الأصلية اللي هي إفراز الهرمون. فبيحدث بعد ذلك إنتاج لبروتينات معينة. هذه البروتينات ممكن تكون ذات طبيعة إنزيمية تقوي من الإشارة الأصلية، وبالتالي يحدث إنتاج لبروتينات، وهي البروتينات التي تؤدي إلى حدوث الاستجابة الداخلية داخل الخلية بتغيير ميتابوليزم داخلها أو عملية بناء أو عملية نمو أو حركة، فبتحدث بعد ذلك الاستجابة وهي ما تسمى بالسيلولر ريسبونس، وهي السكند هرمون. ممكن هاي السيلولر ريسبونس ممكن تكون عبارة عن إنتاج هرمون آخر أو إنتاج بروتين آخر غير البروتين الأساسي الذي حفزه ارتباط الهرمون بالمستقبل. إحنا نأخذها بتفاصيلها بإذن الله. الإندوكراين سيستم عشان يستطيع الهرمون يصل إلى الخلية المستهدفة، الخلية المستهدفة سميناها تارجت سيل. هذه الخلية لا تستجيب إلا الخلايا التي تحمل مستقبل لهذا الهرمون، ليست أي كل خلية تستجيب للهرمون، فقط الخلية. الآن هاي الجلاند سيل أو
الخلية الغدية المفرزة للهرمون أفرزت هرمون لا يستجيب له إلا للخلية التي تحمل مستقبل، التي تحمل مستقبل سميناها اللي هو تارجت سيل، والاستجابة بتكون استجابة خاصة لهذه الخلية التي حملت مستقبل لهذا الهرمون، فلا بد من وجود ريسبتور بروتين لهذا الهرمون لكي تحدث الاستجابة. الآن هل كل الهرمونات تستجيب؟ هل كل الهرمونات تؤثر على كل الخلايا؟ هل كل الخلايا تستجيب لكل الهرمونات؟ لا، هذا في الحقيقة لا، لكن عندنا هنا نماذج أخرى. الآن لو أنا عندي هرمون A وعندي هرمون B، الآن الخلية هذه هي خلية تارجت سيل فقط لهرمون A، هي الخلية المستهدفة لهرمون A نظرا لأنها حملت مستقبل لهرمون A، هو سبيسيفيك مخصص فقط لهرمون A. أما هرمون B لا يستطيع تأثير على هذه الخلية. هرمون B عشان يؤثر على الخلية بد من وجود مستقبلات لهرمون B خاص بها. أما الخلية الموجودة في المنتصف هي خلية قادرة على أنها تستجيب لهرمون A وهرمون B لسبب أنها حملت نوعين من الريسبتور، ريسبتور A وريسبتور لهرمون B. الآن عندنا عدة أنواع من الهرمونات بنسميه سيركوليتينج هرمون، والسيركوليتينج هرمون هو الذي يتحرك في البلد بحرية تامة، وهو الذي يستطيع أن يصل إلى أماكن بعيدة عن مكان إفرازه. هذه الخلية، خلية الغدة التي أفرزت الهرمون، هذا الهرمون وصل لمجرى الدم، وبالتالي مجرى الدم بوزعه إلى الخلايا التي تحمل مستقبل هذا الهرمون، وبالتالي تحدث الاستجابة داخلها. وهناك هرمونات أخرى بنسميها لوكال هرمون، هي التي تفرز في مكانها وتحدث التفاعل موضعي. أو إيش معنى موضعي؟ يعني في مكان الإفراز. ممكن يكون باراكراين هي خلية أفرزت هرمون، خلية أو زي خلية الغدة، هاي الغدة أفرزت هرمون، وهذا الهرمون أثر على خلية مجاورة حملت مستقبل له فسميناها باراكراين لأنه تأثيرها كان على الخلية المجاورة. أما الأوتوكراين خلية أفرزت هرمون، وهذا الهرمون له مستقبل على سطحه، فبالتالي هذا الهرمون أفرز وأثر عليها فسميناه أوتوكراين. إذن إما يكون سيركوليتينج بمعنى أنه يخرج يصل إلى مسافات بعيدة عن مكان إفرازه، أو لوكال هرمون أنه بيأثر على خلايا مجاورة الخلية المنتجة، أو تؤثر على الخلية نفسها. سمينا الباراكراين على خلية مجاورة، والأوتوكراين على الخلية نفسها المفرزة. إذن الهرمون هو عبارة عن مادة كيميائية تفرز من مكان إنتاجها وتخرج عبر مجرى الدم إلى أن تصل إلى خلية أو مجموعة من الخلايا، وبتبدأ بعد هيك استجابة فسيولوجية لهذه الإشارة الهرمونية، وبالتالي يحدث داخل الخلية تنظيم لهذا التأثير أو هذا التأثير الفسيولوجي في العديد من الخلايا المختلفة. تم تصنيف الهرمونات من حيث ذوبانيتها إلى ليبيد سوليبل ووتر سوليبل. ليبيد سوليبل هي تذوب في الدهون، فبالتالي لأنها تذوب في الدهون لا تستطيع التحرك بحرية في الدم إلا مرتبطة بواسطة بروتينات تستطيع نقلها زي الاستيرويد هرمون والثايرويد هرمون. أما الوتر سوليبل هي تتحرك بحرية دون وجود روابط ونواقل إلها، فبالتالي هي نوع من أنواع الأمينات بيبتيد أو بروتين والإيكوزانويد. تم تصنيف الهرمونات بناء على الطبيعة الكيميائية لتركيبة هذه الهرمونات إلى بروتين وبيبتايد، ليبيد، طبيعة دهنية زي الاستيرويد والإيكوزانويد، والأمينو ديرايفيتيف زي اللي هي الثيرويد هرمونات الغدة الدرقية، ونيورو ترانزميترز اللي هو النواقل العصبية. الهرمونات بمجرد إنها يحدث إلها إفراز تخرج من الخلية المنتجة اللي هي خلية الغدة التي أنتجتها إلى مجرى الدم، والبيبتيد والبروتين هرمون يفرز بينتج ويخزن في أكياس، ويحدث خروج إلها إلى مجرى الدم عند الحاجة بآلية بنسميها إكسوزيتوسيس، بأنه يحدث اللي هو عملية اندفاع للساك هذا إلى محتوياته للخارج، وبالتالي بيحدث اللي هو خروج الهرمون. إذن هرمونات البيبتيد هرمون والبروتين هرمون هو هرمونات تخزن، على العكس تماما من الاستيرويد هرمون اللي هي تذوب في الدهون لا تخزن، وإنما بيحدث إلها
انتاج عند عند الحاجه الها، وتخترق مباشره ممبرين الخليه، لانه الممبرين الخليه يحتوي على فوسفوبايلاير اللي هو طبقه ثنائيه، طبقه من الدهون تحمل طبقه ثنائيه الفوسفوليبيد، دهون فوسفاتيه، فبالتالي تستطيع ان تتجانس معها وتخترقها مباشره الى ان تصل الى الريسبتورز الموجوده بداخلها، وبالتالي بيحدث الاستجابه. بالنسبه للمستقبلات الهرمونيه، هذه المستقبلات هي عباره عن بروتينات ترتبط بقدره عاليه جدا وجاذبيه قويه جدا مع الهرمون، وبتحدث لها تغير في الشكل، وبالتالي بيبدا اللي هو الفانكشن تبعتها وانها تؤثر بشكل محدد على العديد من الخلايا. تمام، هذه الهرمونات، هذه الريسبتور عفوا، توجد عدد محدد منها على سطح الخلايا. مجرد ارتباط الهرمون بهذه الريسبتورز يحدث الاستجابة، وهذا الارتباط هو غير تساهمي وريفيرسبل، بمعنى اللي هو رجعي، بمعنى بمجرد ما تصل الاستجابة في الخلية إلى الدرجة المطلوب منها بيحدث إنه ينفك الهرمون عن المستقبل، و بيعود اللي هو بيحدث اللي هو الهرمون انه بيحدث اللي هو كتابوليزم له وتم التخلص منه. الهرمونات مجرد انها ترتبط بالريسبتورز تبعتها بيحدث عملية تغيير لبروتينات داخلية داخل الخلية، وبيبدأ عملية اللي هو الاستجابة لهذا التغيرات البروتينية عن طريق انتاج انزيمات، بيحدث الاكشن داخل الخلية. هناك نوعين من الريسبتور بنسميه ميمبرين ريسبتور واخر نيوكليو ريسبتور. الميمبرين ريسبتور هو عباره عن ريسبتورز يحتوي على ثلاثه دومين، ثلاث اجزاء، جزء موجود خارج الخليه بنسميه اكسترا سيلولر دومين، وجزء موجود امبيدد مغموس في الميمبرين الخليه، وجزء موجود داخل الخليه. فبالتالي هاي البروتينات بنسميها وهي الريسبتورز بنسميها اللي هو جلايكوبروتين ريسبتورز، لانها بتكون مغموسه في بروتينات موجوده في اللي هو الفوسفو بايلاير. تمام، اللي بيرتبط بهذه الريسبتورز هو البروتين هرمون اللي هو البيبتايد والنيورو ترانسميتر. اما النيوكليو ريسبتورز هي عباره عن مستقبلات وبروتينات موجوده داخل اللي هو النواه. داخل النواه هناك سبيسيفيك هرمون ريجولاتوري اليمنت موجود مرتبط بالدي ان اي سيكونس، هو عبارة عن سيكونس من الدي ان اي، ومجرد ما يحدث ارتباط الهرمون فيه بيحدث تغير في الجينات المستهدفة لهذه الخلية، اما زيادة الاكسبريشن لها او منع الاكسبريشن، زيادة الاكسبريشن بانتاج بروتينات او تثبيت هذا الاكسبريشن بمنع انتاج بروتين. والذي يحدث الارتباط الهرمون اللي بيرتبط بالنيوكليو ريسبتورز هما سمول هيدروفوبيك مولكيولز زي الستيرويد والثايرويد هرمون. ما هو الترانسديوسر؟ الترانسديوسر هو عبارة عن بروتين اللي بيعمل عملية تحويل للمعلومة للمعلومات المنقولة عبر الإشارة الهرمونية، وبيحولها إلى إشارة كيميائية تستطيع الخلية فهمها. إذن الآن بمجرد ارتباط الهرمون بالريسبتورز الخلية ما بتفهم إنه صار في ارتباط ولا لا، لكن التغير اللي حدث اللي هو البروتين اللي تنشط وعمل تحويل للإشارة الهرمونية إلى إشارة كيميائية فهمتها الخلية وبدت تستجيب. تمام، هذه الاستجابات قد تحدث بتغيير شكل أو تغيير نشاط، تغيير شكل هذا الريسبتور، تنشيط الجزء البروتين الموجود داخل الخلية، وبالتالي يحدث بروتين هرمون كومبلكس، وبالتالي تبدأ اللي هو إنه يحدث الإنتاج للإشارة الثانية، وهذه الإشارة تبدأ عملية الاستجابة لها. قد تحدث هذه الإشارة بإنتاج بروتين أو إنتاج إنزيم آخر، وبالتالي هذه الإشارة بتعمل تقوية للإشارة الأصلية اللي هي الإشارة الهرمونية. من ضمن هذه الإشارة بيحدث اللي هو عملية إزالة لمجموعة فوسفيت أو ريموفينج لليبيد جروب أو أسيتات جروب أو ميثايل إي جروب، وبالتالي بيحدث تغيرات فسيولوجية داخل هذه الخلية. هذه التغيرات زودت من اللي هو الإشارة الأصلية اللي هي الإشارة الهرمونية، فسميناها amplification لهذا الإشارة الأصلية. أما الإفكتور
الإفكتور هو عبارة عن إنزيم أو إنزيم ومجموعة من البروتينات اللي حولت الإشارة لترانسديوسر هرمون سيجنال، اللي هي الإشارة الكيميائية اللي نتجت بفعل ترانسديوسر، إلى تغيرات كيميائية داخل الخلية. تغيرات كيميائية داخل الخلية، وهي اللي خلت الخلية تستجيب لارتباط الهرمون بالريسبتور الخاص فيه. وقد تكون هذه الاستجابة الخلية أنها بتقوم بنشاط فسيولوجي زي زيادة حركة، زيادة نمو، انقسام، تغيرات في الميتابوليزم، إفراز وأنشطة أخرى. الميكانيزم للهرمون يحدث بمجرد أنه يرتبط الهرمون بالريسبتورز الموجودة على سطح الخلية المستهدفة. إذن يعتمد نشاط الهرمون والاستجابة الهرمونية على الهرمون نفسه والخلية المستهدفة. بالنسبة للليبيد سوليبل هرمون ترتبط بمستقبلات زي ما حكينا موجودة داخل التارجت سيل، بينما الووتر سوليبل هرمون ترتبط بمستقبلات موجودة على الميمبرين. تمام؟ فمجرد ما ترتبط هذه الهرمون البروتيني مع أو الووتر سوليبل هرمون مع الريسبتورز الخاص فيه، بيحدث تنشيط لسكند ماسنجر سيستم، في إشارة بتتنشط، وبالتالي هاي الإشارة زودت من معدل الإشارة الأصلية اللي هي الإشارة الهرمونية. في عنا كمان اللي هو عملية الاستجابة للتارجت سيل تعتمد على ثلاث شغلات أساسية: تركيز الهرمون الذي أفرز، كل ما كان تركيز الهرمون الذي أفرز عالي كل ما كان الاستجابة أعلى، قديش في عندي ريسبتورز على سطح الخلايا لهذا الهرمون، كل ما كان عدد الريسبتورز أعلى كل ما كان الاستجابة أكبر. أيضا لتأثير الهرمونات الأخرى، ممكن يكون تأثير الهرمونات الأخرى سينرجيستيك، منه بيزود من الاستجابة الهرمونية الأولى، أو هرمون آخر بيعمل معاكس للهرمون الأول. فممكن نسميه إما يكون سينرجيستيك أو أنتاغونيست، يعني في عندي هرمون A أفرز وفي المقابل أفرز هرمون B، هذا هرمون B بيساعد A في عمله، فبالتالي الاستجابة لهذا الهرمون حيكون أقوى. بينما لو أفرز هرمون C، هرمون C معاكس لهرمون A في فعله، حتعمل عملية معاكسة ولن تستجيب الخلية التارجت سيل M، إذن حيعاكس فعله. الميكانيزم للهرمون أكشن بتشتغل بثلاث طرق أساسية. الطريقة الأولى إنها بعد ما عملت اللي هو الارتباط، الاستجابة الخلوية حتكون بزيادة أو تغيرات البرمابيليتي، نفاذية الخلية، حدوث نشاط انتراسيلولار انزيم، يعني تنشيط انزيمات موجودة داخل الخلية، أو تنشيط جينات. تنشيط جينات معناها إنتاج بروتين جديد، وقد يكون البروتين الجديد هذا عبارة عن انزيم. تمام؟ الآن بالنسبة للليبيد سوليبل والووتر سوليبل هرمون، عملية إفرازها والإنتاج وإفرازها والاستجابة ونقلها مختلفة. فنبدأ الآن باللي هو سيليبول ليبيد سيليبول هرمون. الهرمون الذائب في الدهون اللي هو ذو طبيعة دهنية بيخرج من مكان إفرازه إلى مجرى الدم ولا يستطيع النقل إلا عبر بروتين ناقل. ليش؟ لأنه الدم له طبيعة مائية، فلا يستطيع الهرمون الدهني إنه يتجانس مع هذه البيئة، فيجب أن يكون ناقل يستطيع نقله ويحركه بالدم بحرية. هذا الناقل هو عبارة عن سبيسيفيك بروتين متخصص لهذا الهرمون، بيساعده على الحركة وبيساعده على أنه يخرج من مجرى الدم إلى الخلية المستهدفة. يخرج مجرى الدم على هيئة بروتين، على هيئة هرمون غير مرتبط بالبروتين الناقل. بروتين الناقل يبقى في الدم ليرتبط مع مولوكيول آخر من هذا الهرمون. الهرمون الذائب في الدهون يستطيع مباشرة اختراق ممبرين الخلية، لأنه جدار أو غشاء الخلية يحمل اللي هو طبقة ثنائية من الدهون الفوسفور، اللي يستطيع اختراقه والتجانس معها، يدخل إلى النواة ويستطيع أن يرتبط مع الهرمون ريجولاتوري إليمنت اللي هو عبارة عن DNA سيكونس، يرتبط مع الهرمون، وبالتالي هذا السيكونس يرتبط مع سبيسيفيك جين. هذا الجين هيحدث له عملية اللي هو تحويله من DNA إلى مسنجر RNA، ويغادر المسنجر RNA إلى من النواة إلى الريبوزوم، بيستطيع أنه يترجم ويتحول إلى سبيسيفيك بروتين. فإذا السيجنال تترجمت من ارتباط الهرمون بالريسبتورز الخاصة فيه، هي كانت عن طريق جين إكسبريشن،
اكتيفيشن لجين، وهذا الجين زود من معدل انتاج بروتين جديد، وبالتالي هذا البروتين غير من نشاط الخليه. تمام، نيجي للنوع الاخر من البروتينات، هو الووتر سيليبل هرمون، هرمونات في الماء، فبالتالي تستطيع انها تتحرك بحريه مطلقه في مجرى الدم، وتستطيع انها تغادر مجرى الدم الى الخليه المستهدفه، ولكن عمليه الارتباط لابد من وجود ريسبتورز متخصص له على سطح هذه الخليه. الووتر سيليبل هرمون بيرتبط مع ريسبتورز الخاصه، وزي ما حكينا سابقا هذا الريسبتور له 3 دومين، دومين خارجي هو الجزء الموجود خارج الخليه يستطيع الهرمون يرتبط معه، والدومين الثاني الموجود هو هذا الموجود في المنتصف مخترق للممبرين بنسميه ترانس ميمبرين، والدومين الموجود داخلي بنسميه انتراسيلولار دومين، الجزء الموجود داخل الخليه اللي عندما يحدث ارتباط الهرمون بالدومين الخارجي يحدث تغيرات بروتينيه في هذا الدومين الداخلي، وبتبدا الاستجابه الخليه. الان مجرد ارتباط الهرمون الووتر سيليبل هرمون مع السبيسيفيك ريسبتور يحدث تنشيط للجي بروتين. الجي بروتين بيتنشط بيعمل عملية تنشيط لإنزيم آخر هو أدينايليت سايكليز. تمام؟ الأدينايليت سايكليز هي تنشط إنزيم، إذا عندي أنا إنزيم إفكتور حدث تنشيط إله، هذا الإنزيم عمل على تحويل مركب الـ ATP إلى سايكليك AMP. طيب السايكليك AMP إيش عمل؟ عمل تنشيط لبروتين كاينيزز، اذا هو عمل عمليه السايكل كان بي تصرف كانه سكند ماسنجر، اشاره اخرى او رساله اخرى، نشط انزيمات اخرى، نشط بروتين كاينيزز. تمام، حولها من صوره ان اكتيف الى صوره نشطه. طب ايش استفدت انا ببروتين كاينيزز؟ البروتين كاينيزز هي عباره عن بروتينات تستطيع تنشيط بروتينات اخرى في وجود الاي تي بي. تمام، اذا البروتين كاينيز نشط بروتين اخر في وجود الاي تي بي واعطاني بروتين اكتيف. عمليه الكاينيز، البروتين كاينيز او الانزيم كاينيز، هذا عباره عن انزيم بيعمل اضافه مجموعه فوسفات لبروتين ويحوله من صوره ان اكتيف الى صوره اكتيف، او العكس تماما حسب نوع هذا البروتين. ممكن عمليه ارتباط مجموعه الفوسفات هي عباره عن عمليه ان اكتيفيشن لهذا البروتين. تمام، اذا تنشيط للبروتين كاينيز بفعل السايكليك ام بي اعتبرت هي السكند ماسنجر. تمام، اعتبرت هي السكند ماسنجر. الان بمجرد ما يحدث عمليه تنشيط لهذا البروتين او تثبيط له حسب نوع هذا البروتين، بتحدث استجابه فسيولوجيه له داخل الخليه، ولعندما تصل هذه الاستجابه الى المطلوب منها يحدث عمليه ان اكتيفيشن للسايكليك ام بي عن طريق اللي هو انزيم الفوسفو دايستيريز. فوسفو دايستيريز بيعمل على تثبيت السايكليك ام بي وتتوقف هذه العمليه، اذا بيتوقف هذا البروتين عن نشاطه. عمليه التحكم في افراز الهرمون قد تتم عن طريق سنتر نيرفس سيستم، او عن طريق اشاره كيميائيه تصلها من بلد، او عن طريق هرمون اخر. هرمون آخر. طبعا الإشارة الكيميائية المقصودة فيها إنه معدل البروتين الذي أفرز بيكون عالي، فبالتالي هاي علو هذا البروتين اللي استهدفه إنتاج الهرمون تركيزه بحد ذاته يعتبر عامل مثبط وعامل منظم لإنتاج هذا الهرمون، أو ممكن يفرز هرمون آخر يوقف الإشارة الهرمونية الأصلية. غالبية الهرمونات بيحدث لها عملية ريجوليشن بفعل اللي هو النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ايش هي النيجاتيف فيدباك ميكانيزم؟ البروتين المعني انه ينتج صار فيه انتاج عالي، هاي انتاج هذا البروتين تركيزه صار يعتبر اللي هو نيجاتيف فيدباك، اشارة سلبية لوقف انتاج هذا الهرمون. ويوجد في جسمنا ايضا اللي هو عملية البوزيتيف فيدباك، ولكن بتتم ب اللي هو أمثلة بسيطة جدا زي اللي هو البرست فيدينج، اللي هو كل ما كان عملية السكينج إنتاج الحليب، كل ما عملت السكينج اللي هو عملية المص من قبل الطفل بثدي الأم بيزود من معدل هرمون الأوكسيتوسين اللي بيزود من معدل إنتاج الحليب، فصار كل ما زاد الحليب زاد معدل إنتاج اللي هو هرمون الأوكسيتوسين عشان يزود من معدل إنتاجه. بهيك بنكون توقفنا عن الجزء الأول من هذه المحاضرة.